دعوة للعمل في كرم رب الجنود. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أنت بإسرائيل الجديد. تعالوا كده نشوف اتكتب عن إيه أو اتكتب إيه عن بإسرائيل في سفر الخروج إصحاح 35 وعدد 30. انظروا، قد دعا الرب بإسرائيل باسمه وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. بإسرائيل ده كان ليه دور كبير في بناء خيمة الاجتماع، وربنا دعاه باسمه لكي يكمل هذا العمل. أنت بإسرائيل العهد الجديد، وربنا بيدعوك علشان تشترك في بناء بيته. بإسرائيل لما ربنا دعاه اداله الإمكانيات علشان يقوم بالعمل، وانت ربنا دعاك وهيديك هذه الإمكانيات وأعظم منها. ربنا عمل إيه مع بإسرائيل لما دعاه علشان خاطر إن هو يبني بيت الله؟ يقول وملأه من روح الله. أدي أول نعمة وأول عطية أي إنسان بيتقدم للخدمة. أول عطية ربنا بيديها له هي الملء من الروح القدس. لو النهاردة أنت عايز تتقدم لخدمة الله وخدمة الكنيسة، اعرف أن أول نعمة ربنا هيديها لك هو ملء الروح القدس. دعاك ربنا وأنت شاعر أن الدعوة موجهة ليك وأنك أنت ليك خدمة في هذا الحقل، وأنا بتكلم النهاردة من أجل هذه الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها، كنيسة لوجوس تي في. أنت مدعو لهذه الخدمة، ربنا عايزك تكون شريك في هذه الخدمة، وكل من يدعوه الله يؤيده. أول حاجة ملء الروح القدس. الحاجة التانية إيه تفتكروا؟ يقول كده وبالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. يعني يقولك حتى لو متعرفش تخدم أنا حديلك إنك تخدم، متعرفش تتكلم أخليك تتكلم، ما عندكش علشان تدي هديلك علشان تدي. ما هو ربنا لما بيدعو علشان إن إنسان يكون لي عمل ورول في خدمة بيت الله لازم يديله الإمكانيات. ربنا دعا بإسرائيل واداله أول حاجة الملء بالروح القدس، واداله الحكمة واداله الفهم واداله المعرفة في كل وكل صنعة. كل حاجة تخص بيت ربنا يفهم فيها بإسرائيل. ايه ده يا رب ده؟ عشان كده انا عايز اقول لك ان ربنا النهاردة عايز يديلك إمكانيات خاصة لأنك انت مدعو لهذه الخدمة، وهيدي لك ربنا عطايا أعظم من عطايا العهد القديم. عشان كده خليك شريك معانا واقبل وانصت للدعوة اللي ربنا بيوجهها ليك. ليه؟ لأن احنا عندنا هنا مجالات للخدمة عظيمة جدا. تقدر تشترك في برنامج روحي، قول لنا علشان خاطر تساعدنا في نشر كلمة الخلاص في كل أرجاء المسكونة. تقدر تعمل إيه تاني؟ تقدر نشترك معنا في المشروعات اللي مثقلة بيها القناة في هذه الأيام علشان الناس اللي جايين من مصر وأيضاً البلاد الأخرى من الشرق الأوسط عشان نقدر نساعدهم، اللي هم يسميهم النيو كامرز أو القادمون الجدد. بنفكر نعمل في القناة مكتب للتوظيف عشان كل واحد عنده شغلانة ومحتاج حد يكلمنا، وكل واحد عايز شغل يكلمنا.
يا ريت تكون شريك في هذا العمل. عندنا كمان مشروع ان احنا نساعد الناس اللي جايين من جداد، القادمين الجدد، عشان يقدروا ان هم يعيشوا حياة مرتاحة هنا. هنعمل شبكة من المكاتب والمحلات اللي من خلالها يقدروا يغطوا احتياجاتهم، يا اما الاجتماعية او المادية. ده مشروع كبير بنفكر فيه، لكن لو عندك اقتراحات قول لنا. كمان الحاجة اللي كمان احنا بنعمل مشروع كمان تاني للأسر المنتجة، قاعدين في البيت لكن مش قادرين يعملوا حاجة، بيقدروا يعملوا حاجات انتاج يدوي، ان كان اكل او مفروشات او غيره. بنديهم امكانية ان هما يعرضوها في العلاقة شاشة لوجوس تي في، علشان يقدروا انهم يستفيدوا بالدخل اللي يجي لهم من بيع هذه الايه الحاجات اللي بيعملوها. عشان كده يا جماعة احنا محتاجين انك انت تعضد القناة، خصوصا في هذه الايام الصعبة. انتوا عارفين يا جماعة ان الاعداد دلوقتي تتكاثر بصورة غير منقطعة النظير، ناس كتير جايين من كل حتة، شايفين اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في سوريا وبيحصل في العراق، اللي بيحصل في الأردن، اللي بيحصل في كل البلاد الشرق الأوسط. ناس جايين هنا، احنا عايزين ان احنا يكون لنا دور معاهم. انت تقدمتك الصغيرة اللي هتقدمها من أعوازك هي اللي هتسند هذا العمل. عشان كده امسك التليفون وكلمنا دلوقتي على رقم القناة 818-342-3388، وربنا يبارك محبتكم ويبارك عطاياكم لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.